يبدو أن الهلع والخوف من جائحة كورونا لا تزال ترعب العالم والجزائر على وجه الخصوص. مئات الحالات المشتبه بها تستقبلها يومياً المستشفيات، لكن الغريب أن هذه الحالات تحضر معها كل العائلة، مما يخلق حالة من الفوضى ويزيد في نسبة انتشار كوفيد-19. نطلبوا من جميع اللي يكون عندهم مريض يجي معاه واحد برك، ما يجيش معاه 4 5، باش يخلونا نخدموا فيه هدوء ويخلونا نخدموا باطمئنان. يجي لهنا للمستشفى، يجي اللي عنده الاعراض، اللي عنده يعني نهجة، اللي عنده اون تو، اللي كان اون اكسبوزيسيون، يعني كان مع ناس اللي كان عندهم ديجا هذا المرض. هكذا تسهل لنا احنا مهمة الفرز باش نقدروا ناخذوا الا الحالات الإيجابية، يعني الحالات اللي عندها الكورونا فيروس. مختصون أكدوا أن الجائحة بدأت تأخذ منعرجا خطيرا، مما يؤكد ارتفاع الإصابات في الأيام المقبلة. رانا حقيقة دخلنا في حالة الوباء، ورانا في الاستاد 3، يعني رانا في المرحلة الثالثة، وين الهدف ديالنا منع تفشي المرض. عندنا 13 مرض كوفيد بوزيتيف، مي كي سون ستابل الحمد لله، وعندنا ورانا نتبعوا فيهم ورانا نمدهم الأدوية اللازمة. عندنا حالات 11 حالة راهي في هذه المصلحة. مسؤولو قطاع الصحة أكدوا على ضرورة بقاء المواطنين بمنازلهم من أجل الحد من انتشار الوباء. المواطن لازم يقعد في داره، يلتزم بتعليمات الحكومة اللي خرجت مؤخرا، خاصة وين الولايات اللي فيها هذه الحالات اللي معنية بالحجر الصحي، اللي معنية بال، وكذلك نتجنب كل الاجتماعات لي روغروبمون في الطريق. ليسونسيال الوعي حقيقة في هذه الأيام الأخيرة، الوعي راهو مهم في هذه اللحظة. الجزائر دخلت مرحلة الخطر فعليا، وعلى الجميع التصدي لهذا الوباء الفتاك من خلال تطبيق إجراءات وزارة الصحة.